حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق من مخاطر كبيرة لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار بشكل متسارع، وبحسب المركز فإن هذا الأمر ينذر بازدياد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتأثير ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية. وشهدت قيمة الدينار العراقي تراجعا ملحوظا أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان واشنطن إدراج 14 مصرفا مملوكا للميليشيات على لائحة العقوبات بسبب تهريب الدولار لإيران وحلفائها. حذر خبراء اقتصاديون من عودة العراق للبند السابع وفرض عقوبات عليه بسبب مخالفات مصرفية لنظام سويفت. وأضاف الخبراء أن ضمان عدم فرض العقوبات على المصارف التابعة للميليشيات واستمرار بيع الدولار بوضعه الطبيعي مرهون بالتزام العراق بالقرارات الدولية ونظام سويفت من ميثاق الأمم المتحدة. وخلاف ذلك يعني أن بغداد ستكون أمام عقوبات قد تعود بها إلى البند السابع. اتهم سبهان ملا جياد مستشار السوداني اتهم المصارف المعاقبة من واشنطن بأنها تمثل أجندات وبأنها أيضا غير مهنية. وأضاف مستشار السوداني أن المصارف المعاقبة كان ينبغي عليها أن تحاول التفاوض مع الفيدرالي الأمريكي لا أن تتحرك لشراء الدولار من السوق المحلية وترفع سعره، متهما إياها بالفساد. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي قد فرضا على 14 مصرفا عراقيا عقوبات اقتصادية على خلفية تعامل هذه المصارف مع إيران وتزويدها بالدولار الأمريكي. استورد العراق 3 منتجات نفطية بأكثر من مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وفقا لمؤسسة تسويق النفط سومو. وأظهر جدول نشرته سومو أن العراق استورد 3 مشتقات نفطية بنحو مليار وربع مليار دولار في الربع الأول من عام 2023. وبين الجدول أن كمية المشتقات المستوردة من النفط الأبيض بلغت أكثر من 86 ألف دولار، فيما بلغت كمية زيت الغاز المستوردة أكثر من 366 ألف دولار، وكمية البنزين أكثر من 393 ألف دولار أمريكي. تسبب انتشار الأمراض وانخفاض أسعار الدجاج ببيع أكثر من 1000 مزرعة دواجن في محافظات كردستان العراق بحسب جمعية مزارعي الدواجن، التي أكدت أن الخسائر تقدر بنحو 25 مليار دينار. وفي وقت سابق انخفض سعر كيلو الدجاج في أسواق كردستان العراق إلى أقل من 2000 دينار للكيلو الواحد، وعزت بعض المحال التجارية أو المحال التي تبيع هذا المنتج التراجع إلى قلة تصدير الدجاج إلى محافظات وسط العراق والجنوب جراء العراقيل. وتشير الإحصائيات إلى وجود 800 ألف مزرعة دواجن في كردستان العراق، معظمها في محافظتي السليمانية وأربيل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.